مع تطورات انتشار فيروس كورونا وبالتزامن مع إجراءات التي تعمل فرنسا على اتخاذها لتفادي انتشار السلالة الجديدة من كورونا أوميكرون، ينضم إلينا زميل خالد شقير مراسل أكسن نيوز في مرسيليا ليطلعنا عن المزيد من التفاصيل. خالد، أرحب بك معنا في هذه الجولة ومزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية الآن في فرنسا. هل هناك مزيد من الإجراءات؟ ماذا عن حملة التطعيمات أيضا؟ تحياتي دانا ليكي ولسادة المشاهدين. بدأت اليوم العودة المدرسية والعودة للعمل بعد أعياد الميلاد في تطور خطير حدث في منطقة جراندست أو شمال شرق فرنسا، منطقة الواز على وجه التحديد، حيث أعلن رئيس المنطقة عن إصابة 177 سائق للحافلات من حافلات المدرسية وسط تطور الأوضاع هنا بسبب انتشار أوميكرون السريع. دانا، الحقيقة رئيس الوزراء جان كاستيكس هذا الصباح أعلن عن اجتماع في تمام الرابعة بتوقيت باريس، الخامسة بتوقيت القاهرة، لعشر وزارات مهمة. أهم هذه الوزارات بالطبع وزارة الصحة مع أوليفييه فيران، وزير التعليم جان ميشيل بلانكي، ووزير الاقتصاد برونو لومير، بالإضافة لوزير النقل ووزير الداخلية جيرال دارمانا ووزيرة الجيوش بارلي. طبعا كل هذه الإجراءات جاءت دنا في محاولة للوقوف على الوضع على الأرض، في محاولة للعودة مرة أخرى، العودة للحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بعد بعض الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة النقل. مثلا منعت الأكل والشرب في القطارات، وزارة التعليم منعت إغلاق المدارس بسبب الإصابات، ولكنها في حالة وجود إصابة واحدة في الفصل سيتم عمل اختبارات، ثلاث اختبارات في ثلاث أيام متتالية لأخذ القرار لباقي الطلبة لأخذ القرار باستكمال هذه العملية التعليمية في هذا الفصل أو ذاك. يعني كل المؤشرات بتؤكد على أن هناك زيادة، أعداد الإصابات تزيد، أكثر من 19 ألف إصابة الآن في المستشفيات، أكثر من 3600 في غرف العناية المركزة. أما بالنسبة للتطعيمات فيقترب العدد من 53 مليون فرنسي، وزاد العدد عن 24 مليون و300 ألف فرنسي في الجرعة الثالثة والجرعة المعززة. دنا، نعم خالد، يعني هل هناك حديث عن حملة التطعيمات بالنسبة للأطفال؟ يعني كما ذكرت اليوم بدأت المدارس تعود إلى عملها مرة أخرى، هل هناك حديث عن بدء تطعيم الأطفال خاصة بعد عودة المدارس؟ بالطبع، أحييك على هذه النقطة، لأن الفئة العمرية من 5 إلى 10 سنوات دنا هي فئة عمرية يتطور فيها العدوى بطريقة كبيرة جدا. معروف أن هناك يعني عدم إجبارية لهذه الفئة العمرية، ولا بد من موافقة أولياء الأمور لهذه العملية. حتى الأمس، مساء الأمس، 100,000 طالب تلميذ عفوا في هذه الفئة العمرية من إجمالي عدد 5 مليون، هي فئة بسيطة جدا، وهناك تخوف من قبل الأسر الفرنسية وأولياء الأمور لتطعيم أبنائهم في هذه المرحلة العمرية الصغيرة. ولهذا كان هناك أيضا منذ قليل حديث لسيد التطعيمات أو ميسيو فاكسان كما يلقب ألان فيشير، الذي أكد على أهمية البروفيسور الكبير أكد على أهمية التطعيمات بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة أيضا للفئة العمرية الأقل من 18 عام، وأكد على أنه أوصى الحكومة الفرنسية بالبدء في إعطاء الجرعة المعززة حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة، لأن الأسابيع القادمة للأسف الشديد ستشهد الكثير من الإصابات حسب السلطات العلمية هنا في فرنسا والسلطات الصحية. دنا، خالد شقيرة، أشكرك، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وهذا الرصد، شكرا جزيلا لك خالد.